إن لم نتعلم ما أوجب الله علينا فنحن هالكون لا محالة. واسمعوا أيها السادة، رسول الله محمد الذي هو أشرف خلق الله وأعظم خلق الله وأكرم الخلق على الله، كان له معلم وهو جبريل، علمه شديد القوى. جبريل علم محمدا عليهما السلام. من أنت يا أخي ومن أنا أمام رسول الله؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له معلم، انظروا إلى الجهل الذي وصل إليه البعض اليوم. ماذا يقولون؟ لست بحاجة لحضور مجالس العلم ولا لأحضر على العلماء، أنا أسأل الشيخ جوجل. يرجعون إلى جوجل، يرجعون إلى الشاملة، إلى الإنترنت، إلى مواقع التواصل. من الذي ملأها ووضع فيها ما وضع؟ أبو بكر الصديق. لو كان هو رضي الله عنه لسلمنا لها. من الذي وضع فيها ما وضع؟ عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا؟ لا. فهذه المواقع والإنترنت الشاملة والجوجل مليئة بالعقائد الهدامة، مليئة بما يعارض القرآن، بما يخالف الإسلام. انظروا إلى الجهل، تركوا العلم والعلماء وحضور مجالس العلم. يقول أسأل جوجل، أسأل الشاملة. أي زمن وصلنا إليه؟ بعض الصحابة سافر إلى مسافة بشهر ليسمع حديثا واحدا ممن سمعه من رسول الله. انظروا إلى همة هؤلاء الأبطال، انظروا إلى همة أصحاب رسول الله. كيف فتحوا الدنيا؟ لو كانوا كسالى مثلنا لبقيت الدعوة في الجزيرة العربية. لو كانوا كما نحن الآن لما فتحت البلاد، لما وصلت الدعوة إلى أطراف الصين. لم يكن عندهم طائرات ولا غواصات ولا إنترنت ولا موبايل، لم يكن عندهم سيارات، لم يكن عندهم قطارات. كيف وصلوا إلى أطراف الصين؟ مشيا وعلى الدواب إلى أطراف الصين أوصلوا الدعوة. إلى مراكش غربا وصلت الدعوة. من أين؟ من الجزيرة العربية. هذا تعرفون بماذا؟ ليس بالقمر الاصطناعي، بالهمم العظيمة، بالتوكل على الله، بصدقهم مع الله، بتمسكهم بكتاب الله، بمتابعة رسول الله. كانوا يعملون كأن الجنة أمام أعينهم، كانوا يعملون كأنهم ينظرون إلى الجنة. أما نحن اليوم أكلتنا الدنيا، غرقنا في الدنيا وفي حب